بما اننا داخلين على الموضه في الخريف هكلمكم عن الميك اب والوانه في الخريف، وده على فكره مش معناه ان احنا هنستغنى عن الوان الميك اب المطرقعه بتاعت الصيف، بالعكس هم لسه موجودين زي البامبا والازرق والاخضر والاصفر، كل الالوان دي يا جماعه لسه موجوده معانا وموضه جدا في الميك اب في الخريف. هكلمكم بقى دلوقتي عن ازاي ممكن نستخدمه. اول حاجه بقى ان الميك اب يكون معمول من الكريم، يبقى كريمي كده، فاهمين قصدي؟ في كريم هايلايتر وكريم برونز وكريم بلاش، كل الحاجات دي بتبقى سهله في الاستخدام، بتبقى معموله كده بشكل قلم، وفي منها الوان كتير جدا واشكال كتير، وبتدي كده شكل كده طبيعي كده، اكن الواحد واخد تان كده من الشمس، بيبقى في الاخر الواحد شكله ناتشرال اكتر وطبيعي اكتر. وعايزه اقول لكم ان في براند مصري اسمه اسينشلز، عندهم درجات كتير من كل الحاجات اللي انا قلتها دي. مش الخامه بس اللي بتكون مهمه، الالوان كمان في الميك اب بتبقى مهمه جدا، زي الوان الاي شادو والوان الروج، مهم قوي يا جماعه ان الالوان تبقى باينه وواضحه. زي الصوره دي مثلا، حاطه اي لاينر لونه اخضر، حلو جدا، واضح وبارز وحلو، بس زي ما انتوا واخدين بالكم بقيه الميك اب بتاعها بسيط جدا، اكنها مش حاطه اي حاجه اصلا. هو ده الهدف، نحط حاجه واحده واضحه، وهو ده اللي هيخلي الميك اب يكون شكله حلو جدا. زي مثلا الممثله البريطانيه سايمون اشلي، هي مثلا حاطه هنا موف على عينيها من فوق، اي شادو ومن تحت كمان، حلو قوي، عجبني جدا اللوك ده. على فكره لو اي حد جه قال لي حط اي شادو موف ومن فوق ومن تحت هستغرب، لكن لما شفت الصورة دي عجبتني جدا، درجة الموف حلوة، معمولة بطريقة لذيذة، وفي نفس الوقت بقية الوش ما فيهوش أي حاجة، فالموضوع مخلي عينيها تكون بارزة. وزي مثلا كمان ممكن نشوف روج بارز، زي مثلا جيجي حديد مثلا، حاطة روج لونه أحمر، درجة شاي كده لذيذة، وعلى عينيها تقريبا مش حاطة حاجة أو حاجة بتلمع خفيف. هو ده الحاجة اللي مبينة الميك اب، الواحد لما يبص على الميك اب ده يحس الروج هو اللي باين. أو ممكن مثلا زي الصورة دي اللون الأحمر باين أكتر، درجة بقى الروج الأحمر هنا أحمر نبيتي شوية، يعني درجته أغمق شوية، هي دي الستيتمنت اللي هم عاملينها، هي دي الحاجة اللي ظاهرة في الميك اب. فزي ما انتم شايفين، يا إما العينين يا إما الروج، حاجة واحدة فيهم تكون هي اللي ظاهرة وبقية الميك اب يكون سيمبل جدا. وزي مثلا هيلي بيبر، هي حاطة أي لاينر لونه أصفر، رفيع وسيمبل وبسيط. يا جماعه بجد ده ترندنج جدا وموضه جدا، وهيليق على اي حد على فكره باي لون بشره. طبعا سيبكم من منظر ضوافرها مش حلو خالص، بس مش ده موضوعنا دلوقتي، الفكره دلوقتي بصوا في العينين فعلا طالع شكله حلو. وزي برضو الممثله البريطانيه سايمون اشلي، هنا حاطه اللون البامبا الفاتح فوق عينيها، حلو جدا، وبقيه الميك اب سيمبل وبسيط. فعلا في اكتر من لون واكتر من لوك، وكله هيليق على ناس كتير. والرموش كمان من الحاجات اللي بتحدد قوي شكل الميك اب، يعني ما تحط رموش تقيله كده، بصوا هنا الماسكارا كده تقيله، حلوه جدا، مبينه شكل عينيها كمان، ودي بتفرق قوي. وممكن كمان الاي شادو على فكره يكون ميتاليك، الالوان بقى الميتاليك دي لما بتتحط على العينين بتبان قوي، زي هنا مثلا جراي كده على ازرق، لذيذ جدا. وبرده ممكن زي الصوره دي كمان يبقى الاي شادو كله ازرق فاقع، بيبقى حلو قوي. يا جماعه بجد فكروا ان انتوا اخيرا بقى تغيروا شويه ونحط الوان فوق عينينا، الحاجات دي حلوه قوي وصدقوني بتليق على كل الناس. والجليتر برده من الحاجات اللي موضه جدا في الميك اب، ممكن تحطوا شويه هايلايتر على خدودكو، على طرف المناخير، على فكره بيخلي مناخيرك كده شكلها مرفوع، الحاجات دي قوي مع روج هادي وبسيط، ويبقى الواحد شكله سيمبل، بجد هيبقى خطير.